السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا استفسار، ما هي الكلالة؟ أو من هو اللي طبق عليه؟ الكلالة الشخص الذي مات وليس له أب ولا جد ولا جد أب من أعلى، ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن من أسفل، له إخوة يحيطون به، سمى كلالة. لا، الكلالة أيضا، لكن أنا أقصد الكلالة، الكلالة عفوا من لا ولد له ولا والد، وإن سفل وإن علا. بمعنى إيه سفل وإن علا؟ يعني ليس له أب ولا جد علا، ولا جد أب، ولا ابن، ولا ابن ابن، ولا ابن ابن ابن، فهمت؟ ولا ابن ابن أخ أو ابن. ما أنا ما أقدرش، أنا أنت اللي تتكلم، كلامك غلط. كلامك أنت غلط، أنا فهمتك الكلالة، من لا ولد له ولا والد، وإن سفل أو علا. عفوا، الله يكرمك.